يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا بكل الأهلوية. يوم جديد، حلقه جديده، السادسه. اهلا وسهلا بحضراتكم. النهارده يبدا فعليا مشوار النادي الاهلي في ادغال افريقيا، ونبدا مشوار البحث عن البطوله العشرة. كل التوفيق لابطال النادي الاهلي اللي هيلعبوا ان شاء الله يوم الاربعاء اللي جاي اول ماتشاتهم في النيجر مع فرقه صني داب. كل التوفيق لرجاله الاهلي، ولو ان الاخبار النهارده الى حد ما طبعا يعني ما كانتش يعني مبهجه او مريحه لجماهير النادي الاهلي، بس ان شاء الله الموجود يسد. وهنعرف طبعا على مدار الحلقه تفاصيل الاخبار بتاعه الفرقه، ومين اللي مش هيسافر، ومين اللي ممكن يكون موجود ويسد غياب الحقيقه ثلاثه من القوام الرئيسي لفرقه النادي الاهلي. مساء الخير على حضراتكم، وهنتكلم طبعا بالتفاصيل، بس ارحب بساره. مساء الخير يا ساره. مساء الخير عليك يا احمد، مساء الخير على حضراتكم. حلقه جديده من السادسه، وطبعا النهارده زي ما حضراتكم عارفين يعني الفريق سافر النهارده الظهر للنيجر علشان طبعا مباراه صني داب اللي هتكون يوم الاربعاء، بحثا عن النجمه طبعا العاشره بعد ما قدرنا ان احنا نفوز بالتاسعه في افريقيا، وان شاء الله تكون العشرة كمان من نصيبنا. يمكن فعلا كانت الأخبار مش لطيفة بالنسبة لجماهير الأهلي بعد ما أعلن طبعا كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وبالمناسبة اللي هيكون برضو رئيس بعثة النادي الأهلي، عن إصابة طبعا رامي ربيعة وسولية وقفشة، يعني ناس من أو لعيبة من القوام الأساسي طبعا للفريق بفيروس كورونا، وجت المسحة إيجابية، وعلشان كده مش هيقدروا أو ما قدروش إن هما طبعا يسافروا مع الفريق. وكان في مكانهم طبعا سعد سمير وطاهر ومحمد شكري طبعا اللي انضموا لقائمه الفريق علشان يكون العدد كامل. طبعا بنتمنى لهم الشفاء، وبنتمنى طبعا ان الموجود يقدر ان هو يؤدي، وواثقين طبعا ان هو يؤدي على افضل شكل. من الاخبار كمان اللي ما كانتش حلوه طبعا انه بكره ناصر ماهر لاعبنا هيقوم بعمليه جراحيه لتثبيت الكتف طبعا بعد ما كان حصلت له اصابه خلع الكتف في مباراه مصر المقصه. طبعا بنتمنى ان هو يقوم بالف سلامه، هو كده هيغيب شهرين يا احمد. مظبوط، شهرين. نتمنى طبعا الف سلامة لناصر، ونتمنى انه يرجع في اقرب وقت ممكن. الولد الحقيقه كان شغال على نفسه كويس جدا السيزون اللي فات، وقدم سيزون اكتر من رائع، وجماهير النادي الاهلي كانت مستنيه عودته عشان يكون اضافه للفرقه، لكن قدر الله ما شاء فعل، وان شاء الله يرجع ناصر احسن من الاول، بالاضافه طبعا لغياب وليد سليمان. احنا بنتكلم على خمس لعيبه الحقيقه من العدد الثقيل، بس زي ما قلنا كلنا ثقة في رجالة الأهلي اللي مسافرين، وإن شاء الله بإذن الله نحقق نتيجة إيجابية. عايزين برضو يا أحمد نقول ألف سلامة، ونتمنى الشفاء أكيد لأستاذ محمد إضماطي عضو مجلس الإدارة اللي طبعا برضو أصيب بفيروس كورونا، ولذلك هيكون طبعا كابتن سيد عبد الحفيظ رئيس بعثة النادي الأهلي طبعا للنيجر. طبعا ألف سلامة طبعا عضو مجلس الإدارة محمد إضماطي، كان مفترض أن هو اللي هيترأس بعثة النادي الأهلي في النيجر، لكن نتيجة أو بسبب إصابته بكورونا قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود خطيب أنه كابتن سيد عبد الحفيظ هو اللي يكون رئيس للبعثة. كل التوفيق لبعثتنا. ومناسبة كلامنا عن الفرقة وعن نجومنا، بفكر حضراتكم بالتصويت على اختيار أفضل ثلاث لاعبين في مباراة الأهلي الأخيرة مع غزل المحلة. كل التصويت اللي واصل لينا لغاية النهاردة على صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، محمد شريف الحقيقة اكتساح، وأعتقد أنه هيظل مسيطر على المركز الاول. ادى مباراه مهم يعني كبيره جدا بالنسبه له، ومهمه جدا، مخليه فيه شبه اجماع من جماهير النادي الاهلي. معاه في المنافسه ثلاث لاعبين، عايزين من حضراتكم تحسموا المنافسه بينهم الاثنين. معانا علي معلول، ومعانا ايمن اشرف، ومعانا بدر بنون. الثلاث لعيبه دول خدوا برضو نصيب كبير جدا من تصويت الجمهور. احنا محتاجين نحتاج او من حضراتكم تدخلوا على صفحاتنا وتصوتوا الافضل ثلاث لاعبين في مباراه الاهلي وغزل المحله في البوست الموجود على مواقع التواصل الاجتماعي. خلينا بقى النهارده في الترند او في الحدث الاهم على مدار اليوم كله، الحقيقه كان بيج رامي او رامي السباعي البطل المصري اللي قدر ان هو يحصد لقب مستر اولمبيا. ومستر اولمبيا اللي ما يعرفهاش بالمناسبه واحده من اشهر واكبر، ان لم تكن اشهر واكبر بالفعل، مسابقه لكمال الاجسام على وجه الكره الارضيه، مسابقه اللي اتلعبت في اورلاندو، واللي قدر رامي او بيج رامي انه يحسمها لصالحه، يكون اول بالمناسبه. فوز رامي باللقب السنه دي يا ساره يعتبر هو اول مصري وافريقي يفوز بهذه البطوله، وثاني عربي بالظبط كده. كان يمكن 2017 او 18 مش متذكر، كان وصل فيها للمركز الثاني، كان بيشارك برده في مستر اولمبيا، لكنه جه في المركز الثاني بعد فيل هيث، وهو واحد من اساطير اللعبه اللي فاز بالبطوله اعتقد سبع مرات. وده بيرجعنا الحقيقه واحد من اساطير اللعبه، يمكن اللي ليه في رياضه كمال اجسام واللي ليه في السينما يعرفهم، بكلم حضراتكم على ارنولد شوازنيجر النجم النمساوي اللي حقق البطوله دي برده سبع مرات. وخليني اقول انه استثنائيه ارنولد مختلفه شويه، لان ارنولد فاز بالبطوله بدايه من 70 ل 75 ست مرات متتاليه، وبعد كده اعلن اعتزاله، لكن رجع بعدها بخمس سنين مره ثانيه عشان يشارك في بطوله
1980 ويفوز برضه باللقب. عشان كده ارنولد بقى واحد من الاساطير، ويمكن فوز ارنولد بمستر اولمبيا هو اللي فتح له باب هوليوود. يعني اعتقد انه دخل وكثير من الرياضيين، يعني انت عارفه طبعا، وخصوصا الالعاب اللي فيها قوه وعضلات وكده بيخشوا التمثيل اكشن، يعني ذا روك مثلا واحد برضو من ابطال المصارعه اللي دخلوا هوليوود. فممكن جدا يكون ده بوابه جديده بتتفتح لبيج رامي او رامي السباعي، واحساس كبير بالفخر طبعا يا احمد طبعاً. انه تبقى مصر كده ولاده في كل الرياضات مش بس في كره القدم. يعني لما بنتكلم على رياضات كتير انه بيج رامي دلوقتي فعلا فخر كبير، في شباب كتير واخداه قدوه جدا. يعني انا بتابع التعليقات انه لقيت لا في ناس كتير قوي في مصر مهتمين بكمال الاجسام وعجبهم طبعا اللي وصل له طبعا بيج رامي. كمان لما بنتكلم على في التنس ماير شريف، كوره محمد صلاح، واسماء طبعا كتير، بنحس احساس فخر ان احنا مش مسيطرين في لعبه واحده ولا في الاسكواش ولا لا، احنا في كل رياضات مصر ولاده احساس بالفخر كبير. اللي عايز بيقدر، بس المهم يكون في اراده وتصميم وتحدي وقدره انك تبذلي مجهود عشان وقبل ده كله لازم تبقى عارف انت قدراتك وموهبتك وميولك رايحه فين عشان تقدر تكتشف نفسك بشكل كبير. واحده من قصص النجاح المصريه هو بيج رامي. الف مبروك طبعا، شرفت مصر والمصريين. نبدا مع حضراتكم حلقه النهارده ونروح لاهم الاخبار والعناوين. كورونا بتبعد موسيماني والسولية وربيعة وقفشة عن بعثة الأهلي في النايجر. الأهلي يكلف عبد الحفيظ برئاسة بعثة كرة القدم بعد إصابة الضماطي بكورونا. جراحة في كتف ناصر ماهر غدا ويغيب شهرين. اللجنة الثلاثية تستقر على استمرار وليد العطار مديرا تنفيذيا للجبلية. طبيب المنتخب بيقول لم يحدث تلاعب في مساحات منتخب الشباب بتونس. كريستيانو رونالدو يعادل رقما قياسيا ظل صامدا لمدة 60 عام. برحب بحضراتكم مرة تانية، وخلونا قبل ما نبدأ في الأخبار على طول نفكر حضراتكم برضو بسؤالنا، وهو طبعا مين أفضل ثلاث لعيبة من وجهة نظرك في مباراة الأهلي وغزل المحلة اللي كانت في الجولة الثانية من الدوري المصري. زي ما كنا قلنا لحضراتكم امبارح، يمكن خلاص مباراة الأهلي ومصر المقصة، كان التصويت جاي كالتالي: كهربا هو الأول بثلاث نقط، وبعدين السولية نقطتين، ومعلول طبعا نقطة واحدة، ودول كانوا أفضل ثلاث لعيبة من وجهة نظر حضراتكم. طيب خلينا طبعا اقول للناس برضو عشان واضح انه في تصويت الناس على ماتش الاهلي والغزل لسه في ناس جديده على الموضوع. الموضوع ده مش بس تصويت على مباراه، ده هيبقى على مدار سيزن كامل، وعلى مدار كل شهر بنختار فيه احسن لاعب في النادي الاهلي، او انتوا بتختاروا الحقيقه. يمكن ده تصويت للجمهور، فاحنا عاملينه بنظام النقط. مهم جدا حضرتك يا تختار، يعني تختار ثلاث لعيبه، ما تختارش لاعب واحد وما تختارش اكتر من ثلاثه، لانه ما عدا الثلاثه الاوائل هيتم حذف الاختيار ده. فاحنا اتفقنا ان كل لاعب، اللاعب اللي يفوز باكتر نسبه من التصويت بيخش في المركز الاول بياخد ثلاث نقط، واللي بيخش مركز ثاني بياخد نقطتين، واللي بيخش مركز الثالث بياخد نقطه واحده، وبنجمع النقاط دي على مدار مباريات الاهلي المختلفه. نقدر نعرف الاهلي بناء على تقييم حقيقي لاداء كل لاعب في ماتش او في واحده من مشاوير النادي الاهلي في مختلف البطولات، الجمهور شايف مين افضل لاعب في النادي الاهلي. فمهم جدا نختار ثلاثه، لا نختار اقل ولا نختار ازيد. نبتدي اخبارنا مع حضراتكم. نبتدي بقى اخبارنا زي ما قلنا لحضراتكم ان كابتن طبعا سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالاهلي كان اعلن خلاص ان رامي ربيعه، عمرو السوليه، ومحمد مجدي قفشه ما كانوش موجودين خلاص في بعثه الفريق اللي راحت النهارده الظهر للنايجر، وده طبعا بسبب ايجابيه المسحه الطبيه للثلاثه وتاكد طبعا اصابتهم بفيروس كورونا. بنتمنى لهم الشفاء يا رب. وده بالاضافه طبعا لبيتسو موسيماني المدير الفني، واللي كان تعرض طبعا لنفس الاصابه بفيروس كورونا قبل ايام. بناء على الكلام ده قرر الجهاز الفني ان هو يضم الثلاثي سعد سمير طاهر محمد طاهر ومحمد شكري لقائمه الفريق. طبعا كل التوفيق لرجالتنا في افتتاح المشوار، والسنه دي الاهلي بيخش البطوله وهو بطل للنسخه الاخيره، وده بيفرق في حالتنا المعنويه وفي خوض كل مباراه احنا بننافس فيها على تحقيق لقب جديد، وبيفرق كمان في موقف وفي الحاله اللي بيقابلنا فيها كل فريق على مدار مشوار الاهلي في البطوله. ودي لقطات اهي معانا يا احمد من سفر طبعا البعثه النهارده الظهر للنايجر. بدر بنون بالظبط. ومين اللي كان جنب بدر؟ خدت بالي من محمد شريف قبلها. اوكي، يعني كل التوفيق طبعا للاعيبه الاهلي، واعتقد انه احنا يعني النهارده لا قدر الله طبعا ما نتمناش اصابه اي لاعب،
خصوصا بفيروس كورونا، لكن الحقيقه انت في حاله اطمئنان، يعني عارف انه لا قدر الله السنه اللي فاتت لما كان بيبقى في خبر عن اصابه لاعب او اثنين لعيبه كنت بتحط ايدك على قلبك لانه الدنيا ما كانتش ناقصه، لكن النهارده الحمد لله قائمه الاهلي غنيه بالنجوم، وان شاء الله باذن الله اي 11 هيمثلوا النادي الاهلي هيكونوا قد المسؤوليه. بمناسبه البعثه زي ما قلت لحضراتكم في البدايه، كابتن الخطيب قرر انه يكلف كابتن سيد عبد الحفيظ انه يرأس او يترأس بعثه النادي الاهلي للنيجر، وده طبعا بعد اصابه محمد ضمادي عضو مجلس الاداره بفيروس كورونا. خليني اقول لحضراتكم قائمه اللاعبين اللي تم اختيارها للسفر. في حراسه المرمى محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، هيكون معاهم احمد رمضان بيكهام ومحمود وحيد وياسر ابراهيم، كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف وايمن اشرف، بدر بنون واليو ديانج وصلاح محسن، علي معلول، احمد ياسر ريان، اكرم توفيق، جيرالدو، ومعاهم محمد هاني وطاهر محمد طاهر ومحمد شكري وسعد سمير. كل التوفيق طبعا لرجاله الاهلي في المباراه القادمه. طيب نروح طبعا لناصر ماهر اللي هيخضع العمليه الجراحيه بكره لتثبيت الكتف اللي كان اصيب فيه طبعا اللاعب خلال مباراه مصر المقصه بالجوله الاولى لبطوله الدوري الممتاز، ويمكن كان الكابتن محمود الخطيب كان طلب من كابتن سيد عبد الحفيظ عرض ناصر ماهر على كونسلت طبي متخصص من اجل تحديد العلاج طبعا المطلوب بشكل دقيق علشان ما تتكررش الاصابه دي او خلع الكتف ده مره ثانيه. وبعد عرض ناصر ماهر على الاطباء المتخصصين تم الاستقرار على الجراحه دي او اجراء الجراحه دي بكره طبعا بمعرفه يعني دكتور من احد اكبر الاطباء المتخصصين في اصابات الكتف. طبعا احنا بنتكلم لو تفتكري اصابه صلاح من سنتين في نهائي الشامبيونز ليج، اصابه راموس هي تقريبا كانت برضو خلع في الكتف، وهي من الاصابات البايخه يعني واللي بتحتاج وقت، يعني رغم للاسف شديد طبعا ناصر كان في الفترة الأخيرة واصل لفورمة عالية جدا، لكن إن شاء الله بإذن الله يرجع بالسلامة و يعني يسترد أو يستعيد مستواه في أسرع وقت ممكن إن شاء الله. وأنت بتتفرج على الماتش ده، أصل موضوع إصابة راموس دي كانت وجعاني قوي وأنا بتفرج على الشامبيونز ليج. كلنا طبعا. بس أنا ليه حسيت إن هو يعني مش مقصودة؟ أنا حسيتها مقصودة يعني. وارد طبعا ما اقدرش، بصي في حاجات كده تقدريش تحكمي على النوايا بنسبه 100%، لكن يعني في السيزون ده كان محمد صلاح كان متعلق جدا مع، ويمكن هو خروجه كانت نقطه فاصله في المباراه بالزبط. يعني من اول ما صلاح خرج بداعي الاصابه اتحولت دفه المباراه لصالح الريال، وقدر الريال ان هو يحرز البطوله، لكن في النهايه بيبقى وارد، بيبقى في بعض التعليمات ممكن في ماتشات معينه انه يبقى في خشونه زايده، مش عايز اقول عنف يعني، بس يبقى في خشونه والتحامات عنيفه مع اللعيبه اللي ممكن تكون مؤثره في كل حاجه، في فوق الترابيزه وفي تحت الترابيزه. هو مش قصد يسيبه بس ان هو يعرقله يعني زي ما بيقولوا، وارد يعني جدا تبقى اصابه متعمده، وهو صراحه اتكلم في الموضوع ده على فكره لما سالوه قبل كده على ما فكره، بس دلوقتي ما بيحبش بقى يتكلم في الموضوع ده خالص، بيقول موضوع وعدى واتنسى. بس بالنسبه لنا كمصريين ما انتهتش. ايوه صحيح، وانا عايز اقول لك انه راموس بعدها شويه يعني. حقيقي شعبيه راموس في مصر اتاثرت بشكل كبير جدا بعد الواقعه دي. طيب نروح للاتحاد الكوره واللجنه الثلاثيه الجديده بقى، احنا بنتكلم على لجنه ثلاثيه جديده هتكلف او مكلفه من قبل الفيفا انها تدير اتحاد الكره بشكل مؤقت. اللجنه دي هتكون برئاسه احمد مجاهد، وده طبعا زي ما قلت لحضراتكم بقرار من الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا، واللجنه دي استقرت على انه وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكره يستمر في مهام عمله خلال الفتره المقبله. كان في اجتماع عقده احمد مجاهد مع وليد العطار عشان يتم التنسيق للمرحله المقبله، بعد طبعا ما اسند الاتحاد الدولي الفيفا رئاسه اللجنه لاحمد مجاهد خلفا لعمرو الجنايني رئيس اللجنه الخماسيه اللي كانت بتدير اتحاد الكره. واكد الحقيقه مجاهد رئيس اللجنه الثلاثيه انه الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا كلف اللجنه انها تقوم بتسيير اعمال الجبليه حتى تاريخ 31 يناير 2021، وفي نفس الوقت هتكون واحدة من مهامها الرئيسية أو الأساسية هي التجهيز للدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد يتولى بقى المهمة في المرحلة المقبلة. وقال ويمكن اتكلم في يعني في إطار ما يدور عن احتفالات اتحاد الكرة بمرور 100 عام على تأسيسه، أنه لا يجوز أنه تقام هذه الاحتفالات في ظل عدم وجود مجلس إدارة منتخب.
طيب نروح بقى لتصريحات طبعا محمد ابو العلا طبيب منتخب مصر الاول، والتصريحات دي مهمه جدا لانها بتوضح الى حد ما الوضع كان في تونس مع منتخب الشباب ازاي. طبعا دكتور محمد ابو العلا هو كان طبعا طبيب المنتخب منتخب الشباب في تونس، وقال في تصريحات اعلاميه ان ما كانش فيه اي تجني او تلاعب حصل للبعثه في تونس فيما يخص الامور الطبيه ومساحات فيروس كورونا، وقال النتائج اللي تم الاعلان عنها من قبل اتحاد الكرة بعد المسحة الأخيرة بعد العودة طبعا أو عودة منتخب الشباب لمصر هي نفسها اللي ظهرت في تونس نفس النتائج. وقال لو لينا الحق، بالتأكيد لو لينا حق في اللي حصل ده هناخده، هناخد حقنا أو سنحصل عليه. وقال إن كان في دعم كبير جدا من قبل المسؤولين للمنتخب، وإن الكل كان بيتواصل معانا بشكل مستمر وبيتابع التفاصيل لحظة بلحظة. وقال إن الوضع كان بس محتاج تقييم طبي من أجل اتخاذ القرار النهائي سواء باستكمال البطولة أو العودة لمصر. وفي النهاية تم اتخاذ القرار النهائي، ويمكن برضو في كلامه أنه ظهور حالة أو اتنين بالتأكيد ممكن تحصل أو تخلي أن يحصل نوع من أنواع التفشي للمرض بين اللاعبين بقى فيزيدوا زي ما شفنا كده. وقال بالنسبة لي قدمت تقرير طبي وفي كل الملاحظات لاتحاد الكورة، والتقرير بيتضمن الوضع الطبي للمنتخب وإيه اللي المفروض نعمله عشان نتفادى اللي حصل ده. واتكلم كمان على أن كل اللاعبين اللي أجروا المساحات الطبية قبل السفر لتونس ب 24 ساعة كانت نتائجهم سلبية، لكن الوضع تغير خلال تواجدهم في تونس. واختتم كلامه بأن كرة القدم يعني مش هتتغير بكل تأكيد، وأن في معسكرات وإقامة في فنادق، بس لازم أن احنا نراعي الإجراءات الاحترازية والحالات مستقرة بالنسبة للاعبين، وفي أعراض يمكن ظهرت على البعض لكن الأمور لحد دلوقتي طيبة. طب هو إذا كان لينا حق هنحصل عليه، دي يعني جملة أعتقد يعني عليها علامات استفهام كبيرة جدا. بداية نحدد الأول حق مين؟ حق منتخب مصر، حق الدولة، حق المنتخب المصري اللي حرم منه ياخد التصفيات وحرم من الوصول لكأس أفريقيا وحرم من الوصول لكأس العالم، ده واحد، ده بالتأكيد حق أصيل للبلد. في النهاية الفرقة اللي رايحة تلعب رايحة تلعب باسم مصر، وحق الجيل ده من اللاعبين اللي اتحرموا من فرصة الوصول لواحدة من أهم البطولات، وحضراتكم عارفين أنه يمكن فرص وصولنا، ومش بس وصولنا، وصولنا وتألقنا وتقدمنا في أدوار متقدمة في بطولات كأس العالم للشباب بتبقى إلى حد كبير جدا، لا مش إلى حد كبير، غالبا يعني تبقى أفضل بكتير جدا من فرص المنتخب الأول، وحقنا إنجازات كتير جدا قبل كده. فبالتالي الشباب عندهم الدافع، حتى ده حرم منه هذا الجيل من اللاعبين. الحق ده والحق ده هنحصل عليه ازاي؟ والسؤال الاهم هنا، وبعيدا عن جزئيه التقصير اللي قلت لحضراتكم عليها، لانه الدكتور محمد ابو علا بيقول انه الولاد دول اتعمل ليهم قبل ما يسافروا من مصر ويتوجهوا لتونس مسحه اظهرت سلبيه كل العينات، يعني الولاد دول مسافرين سلام. وصلوا هناك تفشت بقى ظاهره كورونا او فيروس كورونا بين اعضاء البعثه بما فيهم المدير الفني كابتن ربيع ياسين، مين المسؤول عن ده؟ وازاي ده حصل؟ ده سؤال تاني، يعني بالتأكيد في شبه التقصير لابد منه حد يقول لنا ازاي هذا الكم الكبير جدا من اللاعبين مقارنة، حتى يعني انا بتكلم على بقارن دايما بالفرق اللي كانت موجودة معنا في نفس محل الإقامة، يعني اشمعنا منتخب مصر هو اللي اتضرب بالشكل ده؟ مش هقول ان الموضوع فيه فعل لانه ده طبعا شيء مستبعد جدا، وما اعتقدش انه حد ممكن يتعمد في منافسات رياضية يصيب لاعبين بفيروس كورونا، لكن بالتأكيد في اهمال وبالتأكيد في تقصير. والسؤال اتفضلي. لا كمل. والسؤال الاهم من ده الحقيقه، احنا بنتكلم على وده اللي محتاج وقفه شويه بقى، يعني كل الدول بيكون عندها قدره في اوقات كتيره جدا انها تدافع عن مصالحها. مش بقول انك انت تبقى مميز، ومش بقول انك انت يتعمل لك اكسبشن او حاله استثنائيه، لكن في ظروف قهريه، يعني احنا اتكلمنا على ده قبل كده وقلنا لما حصل ده في بطولات القاريه وفرق واجهت مشاكل بسبب اصابات كورونا، تم تعديل نظام البطوله او تم تاجيل ماتشات الفرق دي في بطولات ثانيه عشان تكون قادره على انها تستكمل مشوارها. طب ليه ده ما حصلش مع المنتخب المصري؟ يعني برضو ده سؤال محتاج إجابة، حتى ولو ليه إجابة منطقية مهم جدا إن احنا نسمعها ونسمع مين المسؤول عن قرار من النوع ده، وهل احنا سعينا بالفعل إنه ده يحصل ولا ما سعيناش؟
طيب انا كنت بقول لك طبعا انه بالنسبه للجزئيه الاولى واللي هي بتاعت انه مين المسؤول ومين المفروض يتحسب، احنا قلنا امبارح ان في لجنه تقصي حقائق هي اللي هيكون دورها ده، بس نتمنى يا احمد انه ما يبقاش فتره بنتكلم ان في لجنه تقصي حقائق ويوم واثنين والثالث ونتشغل بقى في المباريات وننسى بقى وما نحاسبش، لان دي فعلا سمعه طبعا بغض النظر انه اولا ده حلم شباب اتقضى عليه، حلم طبعا كابتن ربيع ياسين اللي بقاله كتير بيجهز طبعا الفريق ده، ولكن كمان دي سمعه الكره المصريه وسمعه اتحاد الكره المصري اللي المفروض يكون في وقفه وفي حساب للغلط الغلطه دي، في حساب وفي عقاب كمان لده، لانه عشان اللي جاي بعد كده يبقى عارف انه لما كان في غلط لا كان في عقاب لده. انا بتكلم على طبعا اتحاد الكوره، ما ينفعش ابدا انه يكون حصل التقصير ده ويكون قضينا على حلم شباب زي دول والموضوع يعدي عادي كده. صحيح، وجزء من الموضوع مش يعني الهدف من اعلان الحقائق بدايه طبعا ده يعني انت بتتكلمي على نوع من انواع الشفافيه وتوضيح حقائق للراي العام في شيء بيخص المصريين كلهم، احنا مش بنتكلم على نادي ومش بنتكلم على فرقه صغيره، احنا بنتكلم على منتخب مصر للشباب اللي راح يلعب في بطوله مهمه جدا بتاهل لكاس العالم، والاهم من ده الدروس المستفاده انه احنا نعرف ايه اللي حصل عشان نتفادى ده ونتفادى تكراره بشكل كبير جدا مستقبلا. قول لنا رونالدو عمل ايه بقى؟ رونالدو يا حقيقه رونالدو ما بيبطلش يحطم ارقام قياسيه، الحقيقه هو المره دي ما حطمش ولكنه عادل رقم قياسي، رقم فضل صامت في الدوري الايطالي تقريبا لحوالي 60 سنه بعد ما سجل طبعا هدفين في المباراه الاخيره لليوفي قدام بارما، رونالدو حط الجون الثاني والجون الثالث وده كان في الجوله 13 من الكالشو الايطالي. بالهدفين دول يعني طبعا يمكن الرباعيه دي كانت يعني حطت اليوفي في مرتبه متقدمه جدا في الكالتشو الايطالي، وعايز اقول لك انه احراز رونالدو الهدفين خلاه يعادل رقم واحد من اساطير اللعبه الايطاليه، او كان هو ارجنتيني بس كان بيلعب في الدوري الايطالي بعد ما قدر يوصل لنفس الرقم 33 هدف على ما اتذكر في خلال عام ميلادي واحد، يعني مش بيقيسوا عدد الاهداف في سيزن او في موسم للدوري، بيقيسوا عدد الاهداف اللي سجلت في عام ميلادي كامل، وبالرقم اللي وصل ليه رونالدو عادل نفس الرقم اللي كان متسجل من اكتر من 60 سنه. طيب فاتت. انا عايزه اخدك من موضوع رونالدو او من الكره الايطاليه للكره الاسبانيه وهقول لك رايي وعايزه برضو رايك. دلوقتي امبارح طبعا سواريز يمكن تالق مع اتلتيكو مدريد وجاب هدفين وفي المركز الثاني يمكن دلوقتي من هدافي الدوري الاسباني، يعني بيتشارك طبعا المركز ده مع لاعبين ثانيين من سالتا فيجو من ريال سوسيداد. الفكره انه هنتكلم دلوقتي على احصائيه معينه، بس هو الفكره انه من ساعه ما حصل انه كومان كلم سواريز وقال له انت مش هتبقى في الخطط الفتره اللي جايه وشوف لك نادي ثاني، والحقيقه ان كل جماهير برشلونه وكل جماهير الكوره بشكل عام او معظمها عشان ما بقاش بعمم شايفه انه يعني ليه يعني سواريز لسه عنده يدي في الملعب، ولكن جيت كده وقلت لا هو يمكن يكون هم ليهم رؤيه فنيه اداره برشلونه والمدير الفني وكده، وهم شايفين اكيد احسن مننا اذا كان مستقبل الفريق مع سواريز ولا لا وهيكون موجود ولا لا. بطل تضحك. المهم انه الفتره اللي قعدت اراقب سواريز من ساعه ما دخل اتلتيكو مدريد يعني هيعمل ايه، انا شايفه انه لسه كتير قوي في الكوره ممكن يديه، وانه ياما حسم ماتشات لبرشلونه وياما كان بيسهل الدنيا على ميسي وجودهم مع بعض، الحقيقه كان فارق مع برشلونه، بس الحقيقه ان سواريز عمال يتالق مع اتلتيكو مدريد، يعني لما شفناه دلوقتي لما هنشوف احصائيه معانا على الشاشه دلوقتي اتلتيكو مدريد هو متصدر الدوري الاسباني، عامل فرق كويس جدا معاهم، يمكن حاسم جدا، يمكن دي الصفقه اساسا اللي كان محتاجها اتلتيكو مدريد، يعني لو شفنا الاحصائيه دي احمد هنلاقي دي من بي بي سي سبورت هنلاقي ان هو في المركز الثاني في هدافي الدوري مع انت مش شايف كويس انا عارفه المركز الثاني لا طبعا بس انا شفتها اهي في المركز الثاني، يعني بص هتلاقيه مع سيلتا فيجو ومع لاعب من سيلتا فيجو لاعب من طبعا ريال سوسيداد، بس لو جينا بقى بصينا على الام بي جي دي احمد اللي هي المانتس بير جول معناها ان اللاعب ده بيحتاج قد ايه علشان يحط جول او بيجيب جون كل قد ايه، هنلاقيه في الليسته كلها هو اكتر واحد او احسن واحد فيهم، يعني بيلعب وقت اقل وبيجيب اهداف اكتر وهي ال 84 دقيقه دي يا احمد. يعني اللاعب ده قوي جدا، شخصيه قويه جدا، انا شايفه ان دي الصفقه اللي كان محتاجها اتلتيكو مدريد، وشايفه انه ده اخفاق من اداره برشلونه ان هم يمشوا
سواريز، والحقيقه انه كمان شخصيه قويه جدا، يعني بغض النظر عن المشاكل اللي عاملها والخناقات اللي بيعملها مع الحكام، ولكن ده بيعكس جانب تاني في شخصيته قد ايه هو بيحمس اللعيبه اللي في فريقه، قد ايه بيبقى فارق معاهم جدا. بصي موضوع نسبي طبعا، واعتقد في النهايه مش اداره برشلونه بقد ما هو كومان في حد ذاته اللي كان عنده الرغبه في انه يمشي سواريز، او انه شايف انه سواريز ممكن ما يبقاش مفيد للفرقه او يكون ليه دور كبير ومؤثر مع البارسا. اعتقد كان هيبقى فارق قوي لو كان موجود مع برشلونه الفتره دي. ما عنديش مانع انك تمشي سواريز، بس السؤال هنا هتجيب بداله مين؟ يعني لو هتمشي سواريز وتجيب مثلا لعيب زي هالاند، زي لعيب زي اوباميانج، لعيب زي لوتارو مارتينيز، اقول لك ماشي، يبقى ساعتها الكفه تميل لانه سواريز يمشي. لكن هتمشي سواريز وتلعب لعيب زي بريتويت، اعتقد انه يعني كان في مشكله كبيره جدا. على كل الاحوال هنشوف، لانه البارسا اعتقد انه البارسا والريال هيعانوا معاناه شديده جدا الموسم ده، سواء في الليجا او حتى على مستوى الشامبيونز ليج، واعتقد انه اتلتيكو فايقه جدا وعندها فرصه كبيره جدا انها تقطع مشوار طويل في الاثنين، سواء الليجا الاسبانيه او الشامبيونز ليج الاوروبي. فاصل، عايز تقولي حاجه ثانيه على الدوري الاسباني؟ طيب نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم على طول. الفترة اللي كان فيها الكالتشيو سارق كل الأضواء من كل المسابقات، في مش بس في أوروبا، يمكن في العالم كله، وكان عتاولة الكرة في العالم كله موجودين في الفرق الإيطالية. يعني أنا أقول لحضراتكم في الفترة دي بفتكر مثلا أنه لعيبة بحجم ديل بييرو، بافل نادفيد، أدريانو، ريكوبا، فيرون، كريسبو، مين تاني، إبراهيموفيتش طبعا في الأوائل خالص مع الميلان ومع الانتر، كلارنس سيدورف، نيستا، كتير يابستا، كتير من نجوم العالم كانوا موجودين بس في يمكن اهم او اكبر ثلاث فرق في ايطاليا. وللاسف الشديد جدا لسنين فضلت المنافسه في الدوري الايطالي للاسف ضعيفه، وفضل الدوري الايطالي خالي من اسماء كتيره جدا من النجوم. يبدو ان النسخه اللي عندنا السنه دي مختلفه الى حد كبير، واللي بيقول كده الارقام، واللي بيقول كده حجم المنافسه بين الانتر وبين الاي سي ميلان وبين اليوفي. في الصداره النهارده الاي سي ميلان بيجي وراه في المركز الثاني الانتر، وفي المركز الثالث بفارق نقطه واحده رغم انه لعب ماتش زياده اليوفي. ويمكن الحقيقه نتوقع موسم مختلف بالاضافه طبعا لمشاركه الانديه الايطاليه في الشامبيونز ليج الاوروبي. خلينا ومن خلال فيديو كونفرنس هيكون معانا نيما روتساري الصحفي الايطالي بموقع جول العالمي، نتعرف منه على شكل المسابقه السنه دي، ونتعرف منه كمان على فرص الفرق الايطاليه في الشامبيونز ليج. اهلا بيك على شاشه الاهلي في السادسه. اشكر لحضراتكم دعوتي، وانه من دواعي سروري ان اكون معكم. بدايه هبتدي مع الميلان اللي بعتقد انه كتير من مشجعيه ومن محبيه اللي ما زالوا على قدر كبير جدا من الوفاء من اول فتره كان فيها ميلان مسيطر على الكره الاوروبيه بشكل كبير، بيشوفوا السنه دي الميلان في ثوب جديد، بيشوفوا الميلان عنده قدره على تصدر المسابقه وانه يقدم عروض قويه جدا. هل بتتوقع ان ده يستمر لغايه نهايه الموسم، وانه يكون عنده القدره على انه يحافظ على الصداره حتى الجولات الاخيره، ومن ثم او بالتالي يتم تتويجه باللقب؟ نعم، ما أعتقد أن ميلان قد يكون أحد أفضل الفرق التي ستحارب على المستوى الأول، ولكن أنا بالنسبة لكن بالنسبة للفريق الراجح الذي قد يربحه أعتقد أنه اليوفنتوس، ولكن ميلان أرانا أنه فريق لديه قدرات جديدة هذا الموسم، وهم يحاربون بقوة للحصول على اللقب، وكذلك معهم كان لاعبون يمثلون خطوة انتقال لتاريخ الفريق، وبالتالي أعتقد أن ميلان سوف يكون من ضمن المنافسين في مجموعة ألف. بمناسبة الكلام عن المنافسة بين الميلان وبين اليوفي، خليني أسألك الحقيقة على اثنين من اللاعبين اللي أعتقد الناس شايفاها يعني كل واحد في حد ذاته ظاهرة، سواء من ناحية الأرقام اللي بيحققها أو من ناحية البطولات أو من ناحية العمر اللي بالنسبة لهم مجرد أرقام، والاثنين بيلعبوا في اي سي ميلان واليوفي، بتكلم على زلاتان إبراهيموفيتش وبتكلم على كريستيانو رونالدو، بالمناسبة الاثنين بيتنافسوا السنة دي على صدارة قائمة الهدافين. أعتقد أن رينالدو من الواضح يود الحصول على لقب أفضل هداف، وهو شيء يود أن يحققه، أنا متأكد من ذلك، وبالتالي أعتقد أنه أقرب أن يكون زلاتان
ربما يحاول أن يحصل يعني يحقق ما يستطيع، ولكن مع الإصابات التي تعرض لها ربما قد تكون نتيجة لتأخره في يعني عن تحقيق لقب أفضل هداف. وبالتالي رونالدو أو كاكو قد يكون هو الأفضل في هذه الفترة. كلام على خروج الانتر من دوري الابطال الاوروبي بشكل الحقيقه ما كانش متوقع لكل عشاقه ومحبيه، ارتبط بالكلام عن رحيل كونتي. ايه صحه الكلام ده، وهل تتوقع ان كونتي يستمر للمنافسه على الدوري المحلي؟ I'm sorry I can't hear you. The call broke. All right. It's tech. I can't hear you. I can't hear anyone. طيب خليني أسألك تاني، بعد خروج الانتر من مسابقات دوري أبطال أوروبا، وده شيء ما كانش متوقع، يعني كان انتر من المرشحين انه يكمل المشوار مع ريال مدريد في مجموعته ولكنه خرج، هل ده واحدة من نتائجه تكون رحيل كونتي عن المنصب المدير الفني للانتر، ولا تتوقع انه يستمر في مشواره مع الانتر في الدوري الإيطالي؟ طيب يعني يبدو ان احنا فقدنا الاتصال، والحقيقه يمكن دي كانت واحده من الاخبار والحقيقه يمكن حتى من قبل خروج الانتر من تشامبيونز ليج كان واضح بشكل كبير جدا انه في حاله رضا، عدم رضا انا اسف، على اداره كونتي لفريق الانتر، رغم ان الحقيقه انه بيقدم عروض كويسه جدا في الدوري الايطالي، وفي كتير من المحللين شافوا ان الخروج المبكر ده يمكن يخلي انتر ميلان عنده قدره اكبر على المنافسه على الدوري الايطالي. خليني اقول لحضراتكم وافكركم بالانتر في المركز الثاني ولعب ماتش اقل من اليوفي اللي بيجي ورا منه في المركز الثالث، وبالتالي اعتقد فرصه كبيره جدا للمنافسه. والمنافسه في ايطاليا الحقيقه لكتير، انا عارف انه ناس كتير مش بتتابع الدوري الايطالي، يعني اغلب المصريين النهارده بيركزوا بشكل كبير بحكم وجود لعيبه محترفين مصريين في الدوري الانجليزي، وبحكم كمان قوه المنافسه على الدوري الانجليزي. كمان الدوري الاسباني كان ليه نصيب من اهتمام المصريين بعد رحيل رونالدو وبعد تراجع مستوى البارسا، اعتقد انه فقد جزء كبير جدا من شعبيته وجماهيرته. عشان كده انا برشح لحضراتكم متابعه ماتشات الدوري الايطالي، لان الحقيقه فيها مستوى عالي جدا من المنافسه، وفيها نجوم كتير جدا يمكن يكونوا مش بالملايين لكن الحقيقه بيقدموا كوره محترمه جدا. كلام كتير كمان مرتبط بمجموعه من الصفقات، يعني حضراتكم تعرفوا والكلام ده مش جديد، يعني يمكن بقاله اكتر من سيزون، يعني الكلام عن بول بوجبا اللي كان بيلعب في اليوفي وانتقل مانشستر يونايتد في طيب خلينا رجع لنا نيما روتساري مره ثانيه، خلينا نرجع نكلمه مره ثانيه عن وضع كونتي مع الانتر. اهلا بيك مره ثانيه، وكنت بسالك على خروج الانتر من بطوله دوري ابطال اوروبا، هل من الممكن ان هو ياثر على مستقبل كونتي مع الانتر، ولا تتوقع ان هو يكمل مع المشوار؟ ربما من المستحيل للإنتر أن يستغنى عن كونتي، لأن ما يمثله يعني النهاردة قيمة عقده هو 12 مليون نت سنوي، وبالتالي حتى يعني جون 2021 الأثر المادي كذلك لموضوع الكورونا ربما لن تسمح للنادي بأن يتخلى عن كونتي أو استبداله بمدرب آخر، وبالتالي الدفع لمدرب جديد. ومن هنا أعتقد أنه حتى شهر يونيو 2021 علينا أن ننتظر، وأما المستقبل فمن يعلم به. من المؤكد هو أن إنتر ليس سعيد عن أنه خرج من المنافسة الأوروبية، ولكن هو مثله مثل باقي النوادي، الموضوع الاقتصادي أثر على قدراته وكذلك على قراراته الخاصة بضم مواهب. طيب يعني بمناسبة الكلام على كونتي وعلى الانتر، الحقيقة خليني أنقل معاك للكلام على صفقات مرتبطة بالدوري الإيطالي. أسماء كتير سمعنا أنها قد تنضم أو أنه في مرحلة مفاوضات معها لانضمام لفرق إيطالية، أبرزها يمكن على سبيل المثال بوجبا، وأبرزها أيضا ميسي اللي سمعنا فيه كلام أنه في بعض الأندية الإيطالية مهتمة جدا بضم ليونيل ميسي، في نفس الوقت اللي في أسماء تانية مرشحة لمغادرة الدوري الإيطالي، يمكن أبرزهم ديبالا
نجم اليوفي ومعاه كريستيانو رونالدو اللي في كلام على رغبته في العوده مره ثانيه في حاله عدم فوزه بدوري الابطال السنه دي انه يرجع لمانشستر يونايتد مره ثانيه. ايه صحيح صحه هذه المعلومات؟ ما اعتقده ان هناك العديد من الفقاقيع لان الوضع العالمي الان يدعونا جميعا ان ننظر الى الكيفيه التي من خلالها نقوم بصرف المال، وبالتالي الامر ذاته هو حقيقه بالنسبه للفرق الكره. ف البريمير ليج ربما يكون لديها الفرق المشتركه في البريمير ليج ربما لديها افضل فرص من غيرها، ولكن في الاخر من المعروف انه يحب مانشستر يونايتد وانه كانت من افضل فتراته حين كان يلعب لهم، ولكن بعد دخول يوفنتوس الى السيريا ربما ينتقل إن خرج منه إلى الولايات المتحدة أو إلى فريق سان جيرمان، وأعتقد أنه سوف يكون من الصعب لأي فريق إيطالي الآن أن يقوم بدفع ما يطلبه ميسي، وبالتالي من الصعب أن تجد الفرق الإيطالية من يكون بتمويل مثل هذه الصفقة. مهم جدا وانت يعني استغل وجودك معانا في الكلام على فرص الفرق الايطاليه في اللي قدرت تكمل مشوارها في تشامبيونز ليج، والحقيقه يمكن معظم الفرق الايطاليه اللي لم تكن كلها عندها مواجهات صعبه جدا. يعني احنا عندنا لاتسيو هيلعب مع بايرن ميونخ حامل اللقب، عندنا اتلانتا هيلعب مع ريال مدريد بطل اوروبا والحاصل على يعني عدد كبير من هو صاحب الرقم القياسي في الفوز ببطوله دوري الابطال، وعندنا في النهايه مواجهه اليوفي مع بورتو البرتغالي. ازاي بتشوف فرص الفرقه الايطاليه في استكمال مشوارها في بطوله الشامبيونز ليج؟ ما اعتقد هو ان يوفنتوس هو احد الفرق التي لديها افضل الفرص. انا اعطي ليوفنتوس 75% فرصه نجاحه على ان يكسب مباراته مع بورتو، ولكن حين نتحدث عن اتلانتا وريال مدريد اعتقد ان اتلانتا يعني ريال مدريد هو الاقوى، ولكن الريال مدريد الذي نراه الان هو ليس ريال مدريد الذي كنا نراه منذ سنتين، لأنه كانت هناك العديد من التغيرات في الليغا ومما أثر أيضا على ريال مدريد، فبالتالي أرى أن فرص ريال مدريد ربما هي في حدود 65%، ولكن فيما يخص اللاتسيو هو فريق مع شديد الأسف لم يحالفه الحظ، ولكن وإن كان هناك سيمون زاكي كمدرب يمكنه أن يعطيهم الكثير، ولكن ليس ما يكفي لأن يحققوا مثل هذه الفرص للاتسيو للكسب أمام بايرن ميونخ. إبراهيموفيتش والحقيقة بعد تألقه الموسم ده وقدرته على المنافسة على لقب هداف في الدوري الإيطالي في كلام على أنه الميلان بيسعى لتجديد عقده مرة تانية رغم أنه بيقترب من سن 40 سنة تقريبا. رأيك أو تعليقك على الخبر ده؟ طيب للاسف الشديد فقدنا الاتصال مره ثانيه. بشكر طبعا الصحفي الايطالي نيما روتساري الصحفي بموقع جول العالمي. دي كانت اخر الاخبار عن الكالتشيو الايطالي وعن الفرق الايطاليه. الحقيقه بتقدم موسم اعتقد انه قوي جدا، وفقراتنا مستمره مع حضراتكم في السادسه. فاصل سريع ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. برحب بحضراتكم مرة تانية، ومن النهاردة بنبدأ رحلة جديدة في مشوار أفريقيا بحثاً عن النجمة العشرة أهلي. طبعاً خلاص الفريق النهاردة سافر إن شاء الله طبعاً لمباراة يوم الأربعاء اللي هي تكون النايجر في النايجر، طبعاً مباراة سوني داب، وطبعاً بنتمنى كل التوفيق لفريق النادي الأهلي. هنتكلم أكتر عن المباراة دي وعن الفترة اللي جاية طبعاً مع كابتن صديق الجمال يعني نجم الأهلي السابق وكمان عضو لجنة اكتشاف المواهب. برحب بيك يا فندم منورني. أهلاً بيك يا سارة، إزاي صحتك؟ زيك، احنا تمام الحمد لله عشان انت معانا. وخلينا بقى نبدا كلامنا بمباراه السوني داب طبعا اللي هي هتكون في النايجر النهارده. الفريق سافر وهي مباراه يعني ممكن تكون نظريا سهله، عايز اعرف رايك فيها كده فنيا. لا، وما فيش مباراه سهله. أيوه. اول حاجه دي بدايه المشوار الافريقي للنادي الاهلي، فلازم طبعا هو مستعد بقوه
ومهتم جدا. انت عارف البطوله الحمد لله حققنا التاسعه، فحلم جميل نادي الاهلي ان شاء الله تبقى العاشره. فمن البدايات الاهلي بياخد كل حاجه باهميه وجديه طبعا، ومركزين جدا بدايه من مجلس اداره. طبعا قرار كويس جدا ان مجلس اداره وفر طياره خاصه لبعثه النادي الاهلي، طبعا عشان انت عارفه الاجواء والكورونا وعدم برضو الالتحامات بالنسبه للترانزيت وبتاع، والطياره توفر برضو عدد الساعات في الايه بالنسبه للفرق يعني. دي هتدي ارتياحيه برضو للجهاز الفني وللمجموعه ككل يعني، يبقى في راحه بالنسبه للسفر. بالنسبه لفرقه الكوره طبعا انت حضرتك عارفه ان غياب موسيماني عن اللقاء اللي هو المدير الفني بتاع النادي الاهلي، وطبعا في موجود المدرب العام وفي كابتن سامي امصان، دول الحمد لله قد على قد المسؤوليه وكانه موجود بالظبط طبعا، بس وجوده كان ليه اهميه برضو كبيره بالنسبه لتيم النادي الاهلي لتكمله المشوار اللي هو بداه موسيماني مع النادي الاهلي. كان وجوده كان مهم جدا، بس طبعا الاهلي هنتكلم عن غيابه، بس انا عاجبني اصلا بدايه كلام حضرتك انه لا مفيش مباراه سهله بالنسبه للنادي الاهلي في مشوار افريقيا. يعني ده اللي لو جينا قلنا لاي لاعب حتى لو احنا كجماهير شايفين انه مباراه سهله نظريا بس والاهلي قدها وكلنا ثقه، لو جيتوا فعلا قلت لاي حد او في الجهاز الفني او اي لاعب في الفريق يقول لك مفيش اي حاجه اسمها مباراه سهله. احنا طبعا كامل التركيز وكل مباراه ليها جديتها واهميتها. يعني حلو طبعا ده في بدايه الكلام، وفعلا بقى محتاجين نروح لنقطه ان موسيماني مش هيكون مع الفريق طبعا بسبب فيروس كورونا. شايف انه ده قد ايه ممكن ياثر؟ يعني احنا شفنا مباراه غزل المحله كان كيفن جونسون هو اللي بيدير، ولكن طبعا كان في تواصل بينه وبين موسيماني على طول، وموسيماني يعني مش سايب الفريق، ولكن برضو ادار المباراه بشكل كويس جدا، ادار اللقاء غزل المحله بكفاءه واقتدار، وعملوا نتيجه كويسه جدا من ناحيه التهديف السكور، من ناحيه الاداء اللعيبه كانت بتادي بروح عاليه جدا، وكان في انضباط تكتيكي في الملعب. يعني طبعا كله بيكمل شغله بعضه، منظومه النادي الاهلي مثلا المدير الفني مش موجود، في المدرب العام وفي كابتن سامي قمصان، دول بيادوا الدور بكفاءه لان عارفين كل حاجه اللعيبه قدامهم في التمرينات، هم ملمين بكل حاجه بالنسبه لكل لعيب بدنيا وفنيا، وعارفين مين اللي هو ممكن يبقى فيه اشراكه في المباراه دي او المباراه الثانيه. فالحمد لله عندنا ثقه في الجهاز الفني كله، وبالذات الناس اللي موجوده دلوقتي في عدم وجود موسيماني، ان هم يبقوا على قد المسؤوليه في المباراه المهمه جدا في بدايه المشوار الافريقي. هم ادوا مباراه غزل المحله الشكل العام كان كويس، النادي الاهلي كان شكله كويس، وبرده من مباراه غزل المحله الاهلي طلع منها بمكاسب كتير في عدم وجود برده المدرب لظروف القاهريه اللي حصلت بتاع كورونا. ظهر بصوره كويسه جدا جدا في الماتش ده مكسب النادي الاهلي محمد شريف، من تسجيل الاهداف من تحركات في الفتره اللي جايه ان شاء الله هيبقى ليه دور كبير، هيبقى موجود في الحته دي في المركز ده في النادي الاهلي. ظهور كهربا بمستوى عالي جدا، ومع تسجيله الاهداف مع الاستحواذ في نص الملعب مع الباصات، يعني كان في شكل مميز. طبعا علي معلول معودنا طبعا على طول، في اكتر من لاعب الاهلي طلع مكاسب كتير من المباراه دي بدنيا وفنيا قبل اللقاء الافريقي، فبدي تدي باور وبتدي افانتاج برده للفرقه ان انت طالع كسبان مباراتين في الدوري المصري وداخل على المباراه الافريقيه بقوه. فانا شايف عدم وجود موسيماني، انا بتمنى يكون موجود جماهير نادي الاهلي، بس عندنا الثقه الحمد لله في ربنا ثم في الناس اللي موجوده، من اول مدير الكوره الكابتن سيد للكابتن سامي قمصان للمدير المدرب العام اسمه كيجن. فان شاء الله باذن الله يادوا بدورهم على اكمل وجه في المباراه الاولى باذن الله. باذن الله. طيب كنا عاملين كده مسابقه في البرنامج كده، كنا بنتكلم على بنسال الناس كل جوله او كل مباراه في الدوري مين افضل ثلاث لاعبين بالنسبه او من وجهه نظر طبعا الجمهور، وكانت مباراه مصر المقصه جه الترتيب انه كهربا وبعديه السوليه وبعديه معلول. مباراه غزل المحله لسه ما شفناش يعني النتائج الاخيره، بس عايز اعرف برضو في ناس بتكتب شريف شريف، شريف تألق قوي، فرض نفسه اصل هو ده مهاجم، وبعدين الناس كانوا مراهنين عليه، وبرده حاجه تحسب للجهاز الفني ومنظومه النادي الاهلي كل اللعيبه اللي كانت المعارين طبعا. الحمد لله الاهلي جابهم لان في اشد الحاجه ليهم، فبدل ما يجيب لعيبه من بره ويشتري ويكلف النادي، لا دول ان شاء الله هيبقى ليهم دور كبير جدا جدا، من ضمن محمد شريف، احمد ياسر، ريان، اللهم صل على النبي، على اللعيبه المعارين، اللعيبه المعارين ناصر ماهر، ناصر ربنا يشفيه، اكرم طبعا، اكرم المجموعه دي كلها، صلاح محسن، المجموعه دي كلها هيبقى ليها دور الفتره الجايه.
فداخلين بقوه، وكل واحد هيلاقي فرصه زي دي اتشبث بيها هيبقى ليه دور مع النادي الاهلي. طبعا ده ذكاء من النادي الاهلي ان هو بيعرف يعني يطلع اللعيبه دي امتى اعاره ويستفيد منهم امتى، بيبقى هو كده يعني افاد اللعيبه دي لمصلحه النادي ومصلحه اللعيبه دي، بدل ما بيعهم وارجع اجيبهم بفلوس كتير، لا هم كده استفادوا. هم استفادوا طبعا وافادوا الفرق طبعا اللي لعبوا فيها اكيد، وانا رجعت استفدت بيهم دلوقتي. احنا كنادي اهلي تألقهم استفدنا اكتر طبعاً. استفدنا اكتر بايه؟ دول ولادنا لما يرجع اكثر جهوزيه فنيا وبدنيا وخبرات اكتسبها من الدوري المصري، يعني لما يكون واحد طالع من النادي الاهلي ما كانش بيشارك بصفه اساسيه ويطلع بره يشارك في 20 مباراه او 25 مباراه او 15 مباراه، دي بتدي له برده افانتاج وتدي له باور. لما يجي النادي الاهلي هيبقى اكثر جهوزيه. النادي الاهلي شافه كويس جدا، شافه في مباريات كتير، فالمدير الفني لما اختار برؤيه فنيه عاليه جدا. فالناس اللي جت دي كلها من ضمنهم محمد شريف، وان شاء الله بقيت زمايله هيبقى ليهم دور، وان شاء الله ربنا يشفي ناصر ماهر كان داخل بقوه وكان ليه دور. شريف مسك الفرصه بيسجل. شوفي حضرتك الجمهور واعي جدا جدا، اللي بتيجي لما بتعملوا اي استفتاء او حاجه كله بيقول لك شريف شريف شريف. ليه؟ انه داخل بقوه، احرز في المباراه الاولانيه، احرز في المباراه الثانيه، غير كمان الاهداف، بيوصل للجون، بيتحرك، عنده رؤيه تحت الثلاث خشبات، فدي بتؤهله انه يكون موجود الفتره دي. فالناس كلها بتختاره. بقيه اللعيبه طبعا علي معلول خبرات كبيره جدا، بيبقى ليه دور كبير والناس بتختاره بكفاءه، يعني بكفاءته العاليه في الفتره دي. كهربا انا متاكد كهربا هيبقى ليه دور كبير في النادي الاهلي، انا شفته في اكتر من لقاء بيتحدى نفسه وبيتحدى الراي العام الاهلاوي والغير اهلاوي، ان انا هيبقى ليه دور كبير ان شاء الله مش هطلع من الملعب. طب قولي ثلاثة بس قبل ما اسال السؤال تاني. كهربا وشريف شريف بترتيب. شريف كهربا شريف كهربا وعلي طبعا وعلي معلول. بقيه اللعيبه الثانيه كلهم كويسين. اصل هم لا طبعا طبعا، بس احنا عشان الاستفتاء بس. بالظبط بالظبط. طيب خليني افكر حضراتكم انه السؤال المره دي هو مين افضل ثلاث لعيبه في الجوله الثانيه من الدوري في مباراه طبعا الاهلي او في فريق الاهلي، ودي كانت مباراه الاهلي وغزل المحله. يمكن في اكتساح واضح عليكي واحد لشريف. حاضر. يمكن في اكتساح واضح لشريف طبعا من كل التعليقات اللي جايه، ولكن لسه طبعا زي ما قلنا لحضراتكم احنا بنحسبها بالنقط. اكتر لاعب بيجي اسمه بيبقى بياخد ثلاث نقط الاولاني، وبعدين نقطتين، وبعدين نقطه واحده للاعب الثالث. قولي الاسم. حاجه مهمه جدا الرابع. جدا ده ممكن يكون الاول كمان، ده وجهه نظري شخصيا. بدر بنون. بدر بنون بسم الله ما شاء الله. صراحه بدر صفقه قويه جدا، احب اسمع رايك. ليه دور كبير جدا جدا الفتره اللي فاتت في دفاعات النادي الاهلي في الملعب وبره الملعب، ودي عملت اثر ايجابي جدا على زمايله وبالذات المساكين. يعني هو من ساعه ما جه ايمن اشرف بسم الله ما شاء الله في تصاعد، في اتزان جنبه، الحته دي بقت كويسه جدا في النادي الاهلي ان شاء الله. والفتره الجايه بيديله حافز هو وياسر ابراهيم، وبرده بقيه الناس الثانيه اللي هم المساكين ما يرجعوا بالسلامه، كان سعد او رامي ربنا يشفيه. فبوجود وجود بدر بنون من اهم المكاسب، وعمل برده ايه اتزان برده في خط ظهر النادي الاهلي، ادى طمانينه للمدير الفني، لانه لعيب مميز عنده قدرات عاليه جدا، عنده ثبات انفعالي، عنده شخصية قوية. ما الشخصية بتاعته فرضها بالأداء. والماتش اللي فات عمل واحدة كويسة جدا، عمل تاكلين في الملعب، طلعت بره الملعب، كان ممكن يقف على كده وقطعها بتفوق. لا حاول عليها، جاب الكرة تاني. بدل عنده رشاقة، عنده مرونة، فكره عالي جدا. ومن ضمن المساكين بيفكرنا أو المدافعين في من ريحة الناس كتير لعبوا في المكان ده في النادي الأهلي وفي منتخب مصر، يعني بيجمع صفات كتير في لعيبه كتير قوي كانت في مصر في المركز ده. فهو ان شاء الله هيبقى الفتره الجايه في وسط دفاع النادي الاهلي مكسب كبير للنادي الاهلي. ده برضو برشحه من ضمن يا تاني يا اول. طيب مش هو ما ينفعش يبقوا اربعه على فكره. لا. يعني ده الاستفتاء ده بتاعنا بتاعك انت، رؤيه فنيه خلاص مننا انا. ماشي. طيب عاجبني طبعا فكره انه احنا دلوقتي مرتاحين قوي ومطمنين انه رجوع المعارين والصفقات الجديده معليه الفريق كله. يعني مثلا لما باجي اتكلم انه لما يبقى في منافسه قويه في المراكز دي ما بين اللعيبه، ده بيبقى لصالح النادي الاهلي زي ما حضرتك بتقول. بدر بنون وايمن اشرف هيعلوا مع بعض اكتر، حافز لزمايله في نفس المكان. شايفه انه شريف وكهربا مثلا قريب شويه او لما يندمجوا اكتر وينسجموا اكتر مع بعض هيبقوا ثنائي هجومي خطير جدا في النادي الاهلي. اكيد اكيد. بس هو مركز شريف هو بيلعب راس حربه، وراس حربه مميز جدا، بيتحرك وعنده الصفات بتاعه المهاجم،
محطة كويسة، بيلعب على الجون كويس جدا، بيوصل بيعمل هو اسيست مع زمايله. هو مش مهاجم صريح ومع ذلك هو لا يعني ساعات بيلعب فيرويد صريح، ما هو دلوقتي مروان ما كانش موجود فبيلعب شريف ساعات بيلعب فيرويد، لما بينزل بتحركات حسب اتجاه الكرة وحسب اتجاه اللعب هو بيروح في المساحات، بس اتجاهه كله بيبقى رايح على راس الحربة على الهدف على 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 المرمى، عشان كده بيسجل بيقدر يترجم فرص كتير قوي، عشان كده وضعه البوزيشن بتاعه في الملعب بيبقى اتجاهه كله للمرمى بدليل ان هو بيسجل لما علي معلول عمل له ثرو باس قطع وراح صح وعمل اتجاهات وراح للجون جاب جول، عنده الحس بتاع الايه المهاجم اللي هو كده. ما هو كان في انبي احرز كان في كان بيلعب مع مين؟ كان في انبي احرز اهداف كتير جدا من مركز راس الحرب المهاجم سواء بيجي من تحت المتحرك او من راس الحرب الثابت، لان عنده حته تكتيكيه كويسه جدا جدا وعنده مرونه في الحته اللي قدام سواء في اليمين او في الشمال بيوصل كويس للهدف، فده يبقى تحركاته كويسه قوي يا كابتن، الكوره ومن غير الكوره يعني اللي بتخليه يتفوق ويبقى ليه دور مع زمايله بتخليه يوصل. ما المهاجم لو ما اتحركش هيوصل ازاي؟ ما انا بلعب نص ملعب، لو المهاجم ما بيتحركش كويس قدام هحط له كور ازاي واعمل له اسيست من هنا او من هنا؟ فلازم يكون عنده تحركات ويساعد الراجل اللي معاه الكوره انه يلعب له. احنا نشكر كابتن حلمي طولان اللي وظفه مهاجم صريح. لا اكيد اكيد الكابتن حلمي كان عنده رؤيه كويسه وهم كان في اشد الحاجه ليه، لان مركزه كان ما كانش موجود في انبي لما راح، عمل اضافه ليهم، هو استفاد بالفتره الاعاره وجالنا الحمد لله كويس جدا جدا. بالنسبه لكهربا بيلعب في نص الملعب، بيلعب في اي مكان، كهربا عنده حلول كتير وعنده مهارات وعنده استحواذ مميز جدا جدا لما يكون في حلول. في فراودة تانية إن شاء الله أحمد ياسر هيكون ليه دور، مروان لما يرجع بالسلامة، صلاح محسن سواء مهاجم أو تحت الفيرويد، إن شاء الله دي كلها بتصب في مصلحة النادي الأهلي. اللعيبة دي كلها عشان كده النادي الأهلي لما جابهم ما جابهمش من فراغ بعد متابعة جيدة جدا جدا، وإن شاء الله يكون ليهم دور الفترة الجاية بالنسبة للنادي الأهلي. إن شاء الله أي حد موجود زي الظروف اللي حصلت حضرتك كنت بتتكلمي عليها او هتروحي لها دلوقتي لما حصل كورونا. ايوه حصل بدايل. انا بقى عايزه اسالك في ده، اتفضل. طبعا يعني خلاص ما سافرش مع الفريق رامي ربيع والسوليه وقفشه بسبب طبعا ايجابيه مسحه كورونا ليهم وربنا يشفيهم يا رب، وخلاص دلوقتي مع الفريق او انضم للقائمه خلاص وسافر سعد سمير ومحمد شكري وطاهر. شفت الموقف ده ازاي وقادرين قد ايه يعوضوا غيابهم؟ هو ظرف طبعا سيء ان ما كانوش موجودين لان دول من اعمده لعيبه النادي الاهلي والفتره اللي فاتت كان ليهم دور كبير مع فرقه النادي الاهلي، بس دي حاجه خارجه عن ارادتنا، موضوع الكورونا دي حاجه بقى بتاعت ربنا مش احنا مالناش دخل فيه. فالحمد لله ان الاهلي حاطط برضو استراتيجيه لعدد اللعيبه المميزين، عدد الناس اللي جت ان كل واحد هيبقى ليه دور من ضمن الادوار. الظروف اللي حصلت دي دلوقتي راح السوليه وراح قفشه دول بيلعبوا في مركز الوسط، رجع مع طاهر محمد طاهر وفي سعد سمير رجع مكان رامي وفي اللي هو شكري من ضمن برضو الخامات الكويسه جدا يبقى ليه دور ان شاء الله في المستقبل، مدافع فهيبقى برضو هيسدوا بعض الفراغات مع وجود بدايل مش بدايل مع وجود عناصر مميزه برضو كان بيلعبوا الفتره اللي فاتت زي حمدي فتحي وزي ديانج وزي اكرم توفيق، دول من العناصر المؤثره في وسط الملعب يعني برضو هيحاولوا يسدوا الفراغ لانه كان بيلعبوا مع بعض بعض الماتشات وساعات بيلعب ده من غير ده، ساعات كان بيبقوا موجودين كلهم في وقت واحد يعني السوليه كان مع ديانج حمدي فتحي، ديانج مشي دخل حمدي فتحي، فان شاء الله باذن الله الناس اللي موجوده في النادي الاهلي في تيم النادي الاهلي هيحاولوا يعوضوا الغيابات اللي هي بتاعت الايه الناس اللي ما راحتش مع البعثه ويقول هيبقى ليهم دور ان شاء الله باذن الله في الماتش بتاع افريقيا. طيب لو بنتكلم على الدوري بشكل عام يا كابتن صديق وانه الموسم ده الناس شايفه انه من بدايه الدوري كده لا انه قوي يعني في فرق صعدت وعامله صفقات حلوه قوي وعامله طبعا نتائج كويسه زي سيراميكا كليوباترا وطبعا كمان البنك الاهلي. عايزين نتكلم بقى عن ده يعني هنروح لفاصل ونرجع نتكلم عن ده بالتفصيل انه قد ايه فرق لسه طالعه بس برضو ماشيه بشكل كويس بالظبط في الدوري وممكن يوصلوا لفين، هنتكلم عن ده طبعا مع كابتن صديق الجمال بس بعد الفاصل. برحب بحضراتكم مره ثانيه ولسه معايا كابتن صديق الجمال وطبعا بنتكلم كنا يا كابتن على الفرق اللي صعدت الدوري والمنافسه عامه في الدوري السيزون ده او الموسم ده قويه ليه دلوقتي الفرق دي محققه النتائج دي صفقات؟ بدايه هو المسابقه بدات يعني تعرف موضوع كورونا وكده فالناس لحمت على طول فالبدايه كانت مميزه جدا، اول مره
يبقى بدايه الدوري تبقى قويه جدا من فتره من قبل كده بكتير يعني، بدليل المباراه اللي اتلعبت في اكتر مباراه كانت مميزه جدا وكان فيها نديه، زي مثلا سيراميكا ثبت وجوده، لعب مباراتين كبار جدا جدا، لاعب الانتاج ولاعب البنك الاهلي، جاب عناصر مميزه ليهم شكل، يعني نادي زي ده صعد من الدرجه الثانيه وحقق 6 بونت مع فرق المقدمه زي برضو اسوان، بس انا بتكلم على سيراميكا بصفه خاصه لفتوا نظري، عندهم مجموعه لعيبه كويسه جدا زي الناس اللي هي شادي حسين وشريف دابو، في محمد ابراهيم، في ناس طبعا لسه هتخش برضو في المباريات اللي جايه، ليهم دور في الدوري من بدايته بادئين بقوه، فانا متوقع لهم هيبقوا في حته كويسه لو كملوا على كده ونفس المستوى هيبقى ليهم دور ان شاء الله في الدوري السنه دي، لان هم ثبت وجودهم في اول مباراتين. نفس الكلام اسوان بس مع الفارق ان امكانيات اسوان ظروفهم رغم ان هم حققوا 6 نقاط بس ظروفهم طبعا الماديه انا برضو مش هتسمح لهم يكملوا زي سيراميكا، سيراميكا الحته الماديه مساعداهم. طب شايف اصلا يعني سيراميكا ممكن يوصل لفين في الدوري الموسم ده؟ والله لو بنفس الاداء بنفس القوه معاهم مدير فني كابتن هيثم مدرب كويس جدا، اللعيبه اللي جابوها كويسه، عناصر مميزه، بكار، عامر، محمد ابراهيم مع الناس اللي قدام عاملين توليفه كويسه. لو كملوا كده هيبقى ليهم دور، هيبقوا مكانهم كويس في الدوري المصري، وبرده ممكن يدعموا تاني. محتاجين تدعيمات او حاجه، بس هم عندهم برده في ميزه كويسه، الامكانيات الماديه متوفره ليهم. هنشوف يعني رغم اسوان كسب مباراتين وستة بونت، بس المدير الفني بتاع اسوان سامي الشيشيني قلقان جدا، حتى عيني مش عايز يفرح او حد يفرط في الفرحه، بيقول للعيبه ان احنا اللي احنا عملناه ده يعني ده كرم من عند ربنا، ان احنا مش تفكروا بقى ان احنا نكمل بقى وهننافس وبتاع، لا، عارف امكانيات لعيبته، عارف امكانيات النادي الماديه، فدي بتحكمه. في ناس ثانيه زي الاتحاد السكندري مع كابتن حسام حسن، الباشمهندس محمد مصلحي عمل تدعيمات قويه جدا، واول ماتش كسبه البيراميدز وداخلين بقوه على الدوري، جابوا برضو لعيبه وممكن هتلاقيهم في حته كويسه السنه دي في الدوري، الفرق كلها مستعده وعملت تدعيمات كويسه، البطوله باين من اولها كويس، طبعا على راس الناس دي كلها النادي الاهلي، الحمد لله زي ما عودنا البدايه قويه جدا، مباراتين قبل ما نتكلم على البدايه دي ولازم اروح معاك ليها، في صفقات تانية شايفها لفتت نظرك في الدوري المصري قويه غير طبعا لاعبي سيراميكا كليوباترا؟ أو التدعيمات كلها بتبقى مثلا ايه من نادي لنادي، مثلا البنك عمل تدعيمات بس كلهم اللي مثلا مشي مثلا من دجله، اللي مشي مثلا من المقاولين، اللي كلهم يعني احمد علي، كل واحد مثلا زي دجله جاب مثلا صلاح امين، التدعيمات بتبقى في اضيق الحدود وحسب امكانيات الماديه للفرق، بس انا بقول لك الفرق اللي كانت تدعيماتها باينه مميزه اللي هي سيراميكا، جاب اكتر من عنصر زي صالح الجمعه ومحمد ابراهيم، او المجموعه دي كلها بانت على الارض، الاتحاد برضو رجع عمار وجايب لعيب اللي هو سيردباك نسيت اسمه اللي هو الافريقي ده، لعيب كويس جدا الكابتن حسام جايبه، ليه دور مع فرقه الاتحاد اللي هو قلب الدفاع، فكل الفرق بتجيب، الاسماعيلي برضو جاب لعيبه كويسه وجدد مع اللعيب اللي هو التونسي فخر الدين بن يوسف كمل معاهم السنه دي، كل الانديه بتحاول تجيب لعيبه على اساس تبقى فرقتها تأدي في البطوله يبقى ليهم دور، والفرق كمان اللي بتخاف ان هي تكون هتهبط. طيب احنا متفقين طبعا البدايه مهمه جدا في مشوار الدوري وبتسهل بعد كده كتير، والحمد لله الاهلي بدأ بدايه قويه في مباراه مصر المقصه وبعدين مباراه غزل المحله، 6 نقط مهمين، شفت ده ازاي؟ طبعا الاهلي يعودنا الحمد لله الامور كلها بتبقى بجديه، الدوري زي الود زي اي حاجه، فداخل مستعد بقوه لبطوله الدوري، لان دي البطوله المحببه لجماهير النادي الاهلي والتيم النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي، ما ينفعش يفرط في بنط من اول البطوله، بيخش عينه على الـ3 نقاط، وده الاهلي ربنا حكم عليه بكده، يعني ايه جمهوره بقدره ان هو يبقى الاول، فما بيقدرش يخش في اي منافسات او اي استحقاقات عنده الا لما بيحب يجيب العلامه الكامله. كان مستعد بقوه وحقق انتصارين وحقق سكور برضه كويس، خلاه هو المتصدر وان شاء الله يبقى في المكانه بتاعته اللي معودنا عليها، بقيه المباريات الثانيه اللي جايه بياخدها برضه بقوه وبتركيز، مفيش تراخي او استهتار بالنسبه لتيم النادي الاهلي. الفرق الثانيه استعد زي ما تستعد،
الاهلي استعداداته بتبقى خاصه ومهمته بتبقى زي ما بيقولوا ايه بتبقى صعبه جدا. لازم يكون البطل. فان شاء الله باذن الله زي ما عودنا يكون ماشي في السكه دي ويكمل المسيره على طول باذن الله. طيب عندنا اهداف كتير الفتره اللي جايه، ولكن اقرب حاجه واقرب مباراه بالنسبه لنا مهتمين بيها دلوقتي مباراه ساني داب يوم الاربعاء. كيفن جونسون هيجري تغييرات على التشكيله اللي شفناها الفتره اللي فاتت، او شايف التشكيله ممكن تبقى ازاي؟ احنا خلاص عندنا وفره من اللاعبين يعني الحمد لله. شايف ازاي ممكن تبقى التشكيله في المباراه دي؟ بالنسبه للمدرب العام طبعا بيبقى فيه ترابط واتصالات على طول مكثفه مع المدير الفني، لان هو حاطط الاستراتيجيه اول حاجه بتاعه اللعب وبتاعه المباريات وبتاعه الفتره اللي جايه. مستر موسيماني هو حاطط الاستراتيجيه كلها. بس اي حد بيطبق اللي بيقولوا عليه المدير الفني مع الرؤيه الفنيه اثناء المباراه، لان هو المدرب بيبقى موجود معاهم على البنك. فالراجل اللي عنده رؤيه كويسه والكابتن سامي امصان عنده رؤيه كويسه جدا جدا. حته التشكيل هيبقى فيه بعض التغييرات بسبب غيابات قفشه والسوليه، لان دي بقى حاجه طارئه. فلازم يكون في تغيير. الهيكل الاساسي بتاع النادي الاهلي موجود وبالذات الحمد لله في خط الظهر، ان الناس بتلعب زي ما هي، المعلول وهاني وايمن اشرف ايمن اشرف وبدر بنون الحمد لله متواجدين. في ديانج وفي حمدي فتحي برضو الناس اللي موجوده بصفه اساسيه. التغييرات اللي فوق كهربا ان شاء الله يبقى ليه دور، شريف موجود في اضيق الحدود، بس الحته اللي بتاعت القفشه والسوليه لازم يخش حد مكانهم على اساس برضو ايه المدير الفني ما ينفعش ايه يبقى يسيب الحته دي مثلا. هو جايب بدايل، ما ينفعش ما يقول لك ايه دول مش هيلعبوا يبقى في حير. لا الحمد لله في البديل الكفء. فالتغييرات هتبقى في الحته دي، حته طريقه اللعب الاهلي معودنا بالطريقه اللي بيلعب بيها سواء في الدوري او سواء في البطولات الافريقيه، بس كل مباراه بقى لها ظروفها الخاصه حسب المنافس اللي احنا بنلعبه. من بدايه اللقاء المدير الفني طبعا قاعد بيقرا الجيم من اوله، بيشوف احنا نفرط في الحته الهجوميه، عندهم حد مميز بيلعب بنأمن الحته الدفاعيه. نص الملعب بيكون فيه تركيز عالي جدا جدا بحيث ما يكونش عندنا ثغرات، لان الماتش في الاول وفي الاخر بره ملعبنا. هيحاول على قد ما يقدر ان احنا ربنا يكرمنا نخطف جون في الاول، يدي اللعيبه برده الثقه واحنا نركب المباراه من اولها. وان شاء الله ما يجيش فينا جوان باذن الله. ان شاء الله. والناس اللي موجوده كفاءه وهيديروا اللقاء كان باذن الله يكون موسيماني موجود. في ناس بقى شايفه انه موسيماني لسه ما يقدروش يحكموا عليه لحد دلوقتي. وفي ناس طبعا شايفه لا انه موسيماني عامل يعني جه ووقت كان ضيق وكل لحد دلوقتي الاهلي ما خسرش ولا مباراه الحمد لله يعني تحت قياده موسيماني. عايز اعرف رايك، انت شايف انه بصماته خلاص كده وضحت بشكل كامل مع الفريق؟ لا لسه مش بشكل كامل، لسه هيوريهم فكره اكتر وتكتيكه اكتر، ولا لحد دلوقتي ما تقدرش برضو تحكم عليه؟ لا وفي ما اقدرش نحكم عليه يعني ايه في كل الفتره اللي فاتت، بس في مؤشرات لازم يديله حقه فيها. هو الراجل جه احرز 3 بطولات. البطوله الاولانيه كان مشاركه مستر فايلر لحد 3/4، بس هو اول ما جه ليه شخصيه في الملعب، ليه دور كبير مع تيم النادي الاهلي. هو عارف حجم وقيمه النادي الاهلي في افريقيا وفي مصر، وعارف اسم النادي الاهلي كبير جدا. فلما دخل دي ادت له ارتياحيه، اتعامل كانه موجود بقاله فتره. بطوله الدوري بتحسب لفايلر، ولكن فعلا هو كان ليه دور لان الاداء اتغير فتره فايلر والكورونا، وان مشي ساعه ظروف وضعه الاسري وكده والمدام وبتاع، الاهلي كان فيه دروب شويه حته الاداء. ضمننا البطوله، بس لما جه مستر موسيماني عمل اتزان لفرقه النادي الاهلي، وبالذات لما فنش الدوري دخل على البطوله الافريقيه الحمد لله. قدرنا نتفوق على الزمالك، خدنا البطوله 9، بقى ليه دور كبير في البطولات اللي هو متواجد فيها. صح. هو عنده الفتره اللي جايه تحديات كبيره، بطوله افريقيا بادئها من الاول، عنده بطوله الدوري بادئها من الاول. هو عنده برضو ارتياحيه في التعامل مع منظومه النادي الاهلي. الحكم عليه زي ما قلت لحضرتك عنده تحديات كبيره، هيثبت للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي وجماهير مصر يعني بصفه عامه ان الراجل ده كفاءه ويكون موجود في المكانه دي. فانا لازم اديله الافنتاج واديله الفرصه عشان نحكم عليه حكم كامل. بس الحته الاولانيه هو خد العلامه الكامله ان هو حقق بطولتين، وساهم في البطوله الثالثه بحته الاداء لما فنش، غير شكل الفريق، غير شكل الفريق وادى ارتياحيه برضو لبعض اللعيبه. في لعيبه في الملعب ارتاحوا معاه، عرف يوظف برضه، عرف يطلع اللي عند كهربا، عرف اللي يطلع عند اكتر قفشه. يعني في حاجات معينه
المدير الفني بيقراها في اللعيب، ممكن يبقى في ارتياحيه للعيب مع المدرب. شفت ازاي فعلا بقى التعامل النفسي ده مع اللعيبه من موسيماني، وقد ايه هو فاهم اللاعبين وفاهم كل واحد يتعامل معاه ازاي. فرقت مع النادي الاهلي ومعاه هو 380 درجه، ان هو عارف تيم النادي الاهلي. يعني اكتر من مسؤول كان بيتكلم، هو لما جيت عقده معاه عارف لعيبه النادي الاهلي بالاسم. حتى الكابتن الخطيب لما كان بيتكلم في حديثه يعني مع اسمه السعدي بتاع الامارات ده، يعقوب السعدي، الاعلامي الكبير طبعا، بيكلمه قال له لا الراجل جاي عارف تيم النادي الاهلي، عارف اللعيبه بالاسم، فادي ارتاحيه ليه هو وادي ارتاحيه لمنظومه النادي الاهلي. لان لما يجي واحد غريب على الفرقه بياخد فتره لما يتاقلم معاهم، لما يوظف لعيب، لو في لعيب هو مش عارفه حصل دروب معاه في الملعب او اي حاجه بالنسبه لوضعه البوزيشن بتاعه في الملعب، لو مش عارفه هيتعب معاه، وممكن يضحي بلعيب الظروف ما تخدموش، الوقت ما يسعفوش ان هو يساعد اللعيب ده. لما ما يكون عارفه زي قفشه، يا قفشه مع موسيماني شكل تاني، صح، اداله ارتياحيه في حتت في الملعب بيسهلها للعيب المدرب، واللعيب برده لما يكون عنده انضباط تكتيكي للمدرب بينفذ كل حاجه عايزها المدرب، بيبقى في ارتياحيه للطرفين. نفس الحاجه تطبق على الناس زي مثلا كهربا، في حلول في الملعب من اللعيب وبرده من المدرب. المدرب ممكن يحط اللعيب في حته يؤدي فيها بامتياز، وممكن يديله مهام، يعني واحد مثلا عنده الحته الدفاعيه بتبقى سيئه جدا او ضعيفه جدا بنسبه مثلا 20% لو عرف يدافع، ما بياخد منه الحته اللي فوق، لو هو حابب اللعيب بقى والدنيا ماشيه كويس بيظبط له الدنيا في الملعب، حد من الديفندرات بيغطي، حد بيساعده لو في حاجه، بس المهم يؤدي المهام اللي هي الهجوميه اللي تنجح الفرقه وتنجح المدرب. في مدرب ما يصبرش على كده، يجي الحاجات اللي اللعيب مش هيأديها المدرب يشوط فيه يبقى خلص عليه. فدي من ضمن الحاجات اللي ريحت الفرقه وريحت النادي الاهلي وريحت المدرب، ان الراجل ده عنده كل المعلومات والداتا كامله عن فرقه النادي الاهلي والمنظومه، مذاكر الاهلي كويس قوي يا كابتن من قبل ما يجي كمان جدا. ما يعني ايه عارف اللعيبه؟ يعني عارف طريقه اللعب بتاعتهم، عارف امكانيات، عارف ايه وضع النادي، مبادئ النادي، ما دي كلها مذاكره، كل الحاجه دي بقت موجوده عنده. لما جم الناس قالوا له يعني تبقى متواجد، كان في قمه السعاده، ده هم اعلنوا عن الحاجه دي في جنوب افريقيا قبل هنا. الناس كانت مرحبه جدا جدا، كانوا مبسوطين جدا طبعا، وده شرف لاي مدرب. والمدرب اللي يجي النادي الاهلي بيطلع بسي في محترم جدا جدا، حتى لا قدر الله لو ما حققش بطوله، بس بياخد اسم النادي الاهلي اللي بيشغله في اي دوله عربيه، بيبقى عليه السبوت يعني وعليه العين ان ده كان ماسك النادي الاهلي. فهو الراجل برده ما نفخس حقه، عنده نجاحات قبل ما يجي النادي الاهلي، عشان برضه ما نقولش ايه ان احنا، وقدر يحقق افريقيا قبل كده، لازم ياخد حقه مع سان داونز، وعمل نجاحات، خد بطولات كتير هناك في جنوب افريقيا وخد دوري الابطال، فدي برضه بتبقى كويسه ليه هو بيجي اسمه بيعلى في النادي بيستفيد، والنادي الاهلي الاختيار كان موفق. بتمنى ان الموسم اللي جاي باذن الله يحقق النجاحات دي، او زي ما بقول ايه، يعني بتمنى من ربنا ناخد البطولتين اللي جايين ان شاء الله باذن الله. اهم حاجه عندي دوري الابطال، بطولة الدوري، بطولة الكاس. طيب من التحديات اللي عندنا السوبر الافريقي قدام نهضة بركان اللي تأجل، طبعا كان المفروض يتلعب يمكن في ديسمبر او كده، بس خلاص اتأجل طبعا لشهر 2 تقريبا، يعني شهر 2. شايف المباراة دي ازاي؟ يعني نهضة بركان فريق قوي، يعني من الفرق القوية في المغرب، وفنيا دايما بتبقى المباريات قدام الفرق اللي من شمال افريقيا بتبقى شوية صعبة. اي حد بيجي قدام النادي الاهلي بيعمل بطل، يعني بيبقى ايه متحفز وجاي بقى يلعب النادي الاهلي في اي بطوله. البطوله دي بتاعت اللي هو السوبر الافريقي دي بطوله، وبعدين وقتها قليل جدا جدا، يعني مباراه اللي يكسب يبقى بطل. بس طبعا الاهلي مباراه واحده زي 20 مباراه في الدوري، زي دوري الابطال بالمجموعات بالتصفيات، كل حاجه بطوله ليها رؤيه وليها معايير عندنا الاهلي بيبقى مركز فيها. البطوله دي الاهلي بعينه عليها، وباذن الله باذن الله حققها ان شاء الله، تبقى البطوله الرابعه، وباذن الله البطوله الثانيه تبقى الخامسه. نهضه بركان، اي فرقه في المغرب او في تونس او في الجزائر ليهم كل الاحترام والتقدير، كره شمال افريقيا كره كويسه جدا جدا، بس احنا برضو احنا النادي الاهلي، اي حد بيجي يلعب مع النادي الاهلي بيبقى متحفز وبيجي يلعب على الموت وبيقاتل عشان خاطر يبقى شغله كويس ويحقق بطوله. فاحنا مستعدين لها في اي وقت وفي اي مكان هتلاقي في المباراه. عندنا الحمد لله لعيبه مميزين جدا جدا، وعندنا ثقه
كبيره في الجهاز الفني وفي اللعيبه ان باذن الله نحرز اللقب ده ان شاء الله. ان شاء الله نروح لكاس العالم للانديه. لا طبعا كاس العالم للانديه الحمد لله احنا وصلنا خلاص. احنا مبسوطين طبعا انه دي مره السادسه للنادي الاهلي تفوقنا على ريال مدريد اللي شارك يمكن 5 مرات بس. وطبعا يعني مشاركه تسعدنا كلنا وكلنا عندنا ثقه ان النادي الاهلي يقدر يروح لابعد مراحله قبل كده وهي كان المركز الثالث مع مستر جوزيه. وطبعا يعني بطوله بقى عاليه قوي قويه طبعًا قوي بدنيا طبعًا وفنيا وكل حاجه يا كابتن. يعني انت بتتكلم على ابطال القارات كلها طبعًا ومنهم بايرن ميونخ اللي طبعًا يعني ده بيدوس على اي حد الفتره ده دي بس ده منتخب مش نادي بس النادي الاهلي بالظبط النادي الاهلي يعني قادر يعني النادي الاهلي فنيا عالي جدا ويقدر ينافس طبعا بشكل كبير في البطوله. انت شايف ازاي انا شايف هي بطوله طبعا كبيره جدا اي حد بيتمنى وبيحلم انه يوصل بطوله العالم الأندية كتصنيف كاسم نادي في الكذا القارات اللي موجودة كلها كل بطل قارة بيتواجد في البطولة دي فطبعا البطولة مش قليلة. النادي الأهلي الحمد لله عنده مجموعة لعيبة كويسة جدا وعنده مدير فني كفء ومستعد للبطولة دي برضو كويسة وعندنا ثقة في لعيبتنا إن احنا نأدي بقوة في البطولة دي ونحقق مركز كويس. كنت بتمنى يكون في لو 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 في تدعيم مثلا قبل البطولة دي بفروت جامد جدا جدا هيفرق معانا لان طبعا الفرقه اللي هنلعبها مش قليله. اعتقد هيكون في تدعيم في شهر يناير. بتمنى بتمنى لو جالنا حد كويس يعني فوق بالذات يكون قوي يفرق يدي مثلا ايه باور للحته اللي فوق لان انت هتلعبي زي ما اتفضلتي بايرن ميونخ هتلعب فرق قويه جدا جدا التحامات قوه سرعه وكلهم طبعا لعيبه على مستوى عالي جدا. بايرن ميونخ بطل اوروبا واحنا وبطل افريقيا برضه يا كابتن احنا ما نقلش. لا ما انا معاكي بس انا فاهمه طبعا الفرق كلها اللي بتوصل للمرحله دي ويخش بطوله العالم الانديه بيبقى عدوا مراحل كتيره جدا مع في انديتهم لعيبات كلها على مستوى عالي جدا محترفين على مستوى عالي جدا فاحنا ان شاء الله نكون مستعدين بقوه يا رب يكون لنا دور نحقق اي مركز كويس ولا قدر الله ما حققناش يبقى التمثيل مشرف اهم حاجه الاداء وروح النادي الاهلي يبقى انت حتى بتتفرجي لما تلعب مع بايرن ميونخ او تلعب مع ريال مدريد او مع برشلونه او ليفربول اي فرقه وتأدي بقوه النتيجه دي مالهاش دعوه لان الناس بتحكم عليكي بالاداء يبقى ليكي تواجد ما تنزليش مع فرقه وعايزه اقول لك على حاجه يا كابتن قبل ما اختم انه مش بس تواجد يعني عايزه اقول لك ان جمهور الاهلي دلوقتي لما بيجي يتكلم على كاس العالم للانديه شايف ان النادي الاهلي ليه ما ياخدش كاس العالم للانديه كلنا شايفين ده انه عندنا مش مجرد طموح لانه النادي الاهلي ارقامه يمكن اتكلمنا بالارقام قبل كده عامل يعني عالميا عامل ارقام على مستوى قاره افريقيا وضرب كل بايرن ميونخ وبرشلونه وكله بس في حته لازم برضه ايه نصحصح الناس بتوعنا احنا محبين النادي الاهلي جميل الاهلي كلها مصحصحه ومركزه وعندهم ثقافه عاليه جدا طبعا. بس برضه احنا بايه بنحاول ايه حته سنه كده بنحط حاجه بسيطه يعني برضه انا ما بقولش ايه ان انا اروح اخد كاس العالم للانديه عشان ما نحطش ضغط على لعيبه النادي الاهلي ونبقى ايه قاسيين عليهم شويه لا 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 نقول عايزين نادي اداء بقوة. طبعا طبعا انت داخله البطوله دوري الابطال اكيد الناس كلها المنظومه يقول لك عايزين نادي بقوه عينينا على اللقب ونادي ولازم يبقى لنا تواجد لازم ناخد البطوله بس ما اقولش احنا رايحين ناخد كاس العالم للانديه أيوة ونحمل اللعيبه ضغوطات نحمل مجلس الاداره ونحمل المنظومه كلها لا نقول طبعا لازم نروح زي لما كان جوزيه موجود حققنا ثالث عالم دي ما كناش متوقعينها اكيد طبعا وكان في تيم كويس جدا جدا فاحنا بنتمنى من الله ان احنا نادي اداء بقوه ومشرف باذن الله يبقى لينا دور ان شاء الله. بشكر حضرتك جدا كابتن صديق الجمال وطبعا جمهور النادي الاهلي دايما بيمثل دعم كبير طبعا للنادي الاهلي بشكر حضراتكم طبعا على المتابعه وبكره حلقه جديده من برنامج السادسه.